ولنقاش الملف التونسي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي زبير خلف الله. أهلا بكم سيدي. أختي الكريمة وللسادة المشاهدين. أستاذ زبير، كيف تقيمون الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن الفوز الكاسح لقيس سعيد؟ أولا أحيي الشعب التونسي وأهني الشعب التونسي وكل الشعوب الحرة بهذا الفوز الذي يعد منعطفا جديدا في تاريخ تونس. لأول مرة رئيس جمهورية يفوز والشعب التونسي بنسبة أكثر من 60%، نسبة مشاركة بأكثر من 60%، ويفوز الرئيس بأكثر بالنسبة 77%. هذا في أول تاريخ تونس، لم يوجد هذا. إذا قيس سعيد الشعب التونسي اختاره، اختار الثورة، اختار مسار الثورة، اختار الديمقراطية ورفض الاستبداد والفساد، اختار ورفض العلاقات مع الصهيونية ومع المافيا. إذا نحن الآن أمام منعطف جديد بالنسبة إلى التوانسة. هناك منسوب الوعي التونسي، رغم أن هناك مرحلة يعني انتخابات على مدار شهر 3 مرات، الشعب التونسي يمشي وينتخب سواء كان في التشريعي سواء كان في الرئاسية، ولكن أعتقد الآن أن نحن وصلنا إلى منعطف على مستوى السياسي وكذلك أيضا على مستوى الوعي الشعبي. أستاذ زبير، كيف تفسرون ارتفاع نسبة المشاركة في الجولة الثانية، ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالجولة الأولى؟ الواضح أن النسبة حقيقة ساهم فيها الشباب بشكل كبير جدا، وأدرك الشباب خطورة الموقف، لأن نحن الآن وجدنا أمام إما أن نختار مسار الثورة إما أن نختار المافيا التي ستحكم تونس، وبالتالي عملي سيكون الفساد هو الذي سيهيمن على الدولة. ولذلك أدرك التوانسة وخصوصا فئة الشباب، أدركوا تماما أنه تونس معرضة إلى وضع خطير جدا، فكانت الإقبال كبير بهذه الطريقة. إذا نحن الآن هناك وعي جديد. صحيح الانتخابات ربما في المحطات السابقة سواء كان في التشريعية أو في الدور الأول لم تكن بهذا القدر، ولكن يبدو أن اليوم الشعب أدرك تماما وخصوصا نسبة الشباب أدركوا تماما أنه لا بد من إحداث منعطف جديد في المشهد السياسي التونسي. ويبدو أنه الرئيس السيد الأستاذ قيس سعيد يعني محل ثقة لدى الشعب، الشعب إذن يفوضه تفويضا كبيرا، وأعتقد أن هذه التجربة هي تجربة في تونس وهي تجربة عربية. أستاذ زبير، تحدثتم عن الثقة في شخص قيس سعيد، وربما نسألك عن مصدر هذه الثقة وإلى أي مدى لعب دور عدم انتمائه الحزبي. أنا أنظر، نحن الآن لدينا تجربة الثورة لعمرها 8 سنوات، ويبدو أنه الشعب التونسي عاقب الأحزاب السياسية وعاقب يعني فكرته وفلسفة التحزب باختيار شخص آخر لا ينتمي إليه حزب. الأستاذ قيس سعيد هو أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري، ولم يعرف عنه انتماء إلى أي حزب سياسي، ولذلك هذه الأحزاب السياسية التي فشلت في تحقيق على الأقل أهداف الشعب والوقوف مع الشعب، الآن هو يختار شخص آخر. ربما ستكون تجربة أفضل، لأنه عملية التحزب ربما كانت تجربة فاشلة، ولذلك أعتقد أنه قيس سعيد الآن يفوز لاعتباره خارج منظومة العمليات الحزبية. نعم، ماذا عن مرشح المنافس نبيل القروي والذي تحدث عن وجود تحايل في هذه الانتخابات وهو المتهم بقضايا فساد ما تزال عالقة حتى الآن وتجميد لأمواله أيضا؟ لا طبعا، هذا الرجل هو يعني هو مشبوه ولديه يعني بالوثائق لديه علاقات مشبوهة وتهرب ضريبي، وهو ايضا منخرط ضمن منظومه الفساد، يعني لديه بالوثائق وايضا لديه علاقات مشبوهه مع الصهاينه، مما يجعل ان هذا خاصه المناظره الاخيره التلفزيونيه بينه وبين الاستاذ قيس سعيد هي التي قضت عليه تماما، وادرك الشعب تماما ان هذا الرجل متحيل، وهو اعترف نفسه بعمليه الدعوه الى التطبيع مع اسرائيل ومع الكيان الصهيوني، وما افقده المناظره في الحقيقه هي التي قضت على هذا الرجل. والشعب التونسي ايضا ليس شعبا غبيا، يدرك تماما ويتابع الاحداث ويعرف ان هذا لص متحيل وانه منخرط ضمن منظومه الفساد، ولذلك اعطى الشعب التونسي ونزل بقوه، اعطى بنسبه 77%
صوته إلى الأستاذ قيس سعيد كرئيس لتونس في المرحلة القادمة. نعم أستاذ زبير، ما هي أهم التحديات التي ينتظر أن تواجه قيس سعيد في بعد تسلمه الرئاسة؟ الآن يجب على قيس سعيد الآن أن يخرج من دائرة أنه يخاطب فئة معينة، وإنما سيخاطب كل الشعب التونسي بما فيها الذين لم ينتخبوه. إذن قيس سعيد الآن هو رمز الوحدة الوطنية، هو الذي سيكون رئيس لكل التونسيين، سيكون عنوان لتونس القادمة التي تحتضن الجميع، تحتضن كل الأطراف السياسية والأطراف وكل الأطراف الاجتماعية، بذلك بمعنى أنه سيكون العنوان عنوان الوحدة الوطنية. النقطة الثانية أن الرئيس قيس سعيد سيعمل على تحقيق جملة من المبادرات التي ربما ستكون فيها جانب من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات يعني الإعلامية أيضا في الجانب الإعلام، لابد للرئيس أن يقوم بعملية مبادرة إصلاح الإعلام. أيضا هناك الحفاظ على السيادة الوطنية بشكل عام، هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي أعتقد أنه الآن سينتهج سياسة خارجية ستكون منفتحة على كثير من الدول، وعدم الاقتصار على الشريك الأوروبي القديم. لذلك تونس الآن هي تونس ما بعد الثورة تحاول أن تنوع في خياراتها في المستوى الدبلوماسي الخارجية، وهذا هو الذي ستشتغل عليه، يعني باعتبار أنه هناك أيضا تحديات لدينا. الملف الليبي الآن يحرجنا بشكل كبير، يعني دولة لا توجد دولة. ما مدى قدرة الأستاذ قيس سعيد على أن يكون فاعلا أيضا في السياسة خارجية تونس تجاه الملف الليبي؟ أيضا لدينا الملف الجزائري، ولدينا علاقات مع الدولة الجزائرية الشقيق الكبرى، والوضع الآن في الجزائر تحاول تونس أن تكون أيضا مساهمة أيضا في استقرار الوضع في الجزائر. فنحن هنا لدينا عدة تحديات في الأيام المقبلة. الكاتب والمحلل السياسي زبير خلف الله، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.